أقيم بمحافظة الأقصر حفل تخرج أوائل الشهادات الدراسية وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف المجالات ضمن برنامج تنمية المهارات لتقديم الدعم والتدريب للشباب للالتحاق بسوق العمل، بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر وعدد كبير من خريج البرنامج من الجنسين. التفاصيل مع الزميلين محمد الباروكي وإيمان حسن. حفل تخرج أوائل مشروع تدريب وتأهيل الشباب المصري في مختلف المجالات بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، بحضور عدد كبير من المهتمين بمجالات تأهيل الشباب بالمحافظة والخريجين والخريجات. تم خلال الحفل تكريم المتفوقين وتوزيع الشهادات تحفيزا وتشجيعا للمشاركين. احنا بنسعد النهارده في قاعه المؤتمرات بالمشاركه في فعاليه مهمه جدا اللي هو تكريم ابنائنا من قبل بنك تنميه المهارات. بنك تنميه المهارات عمل دورات تدريبيه للابناء دول وعلى اكثر من ورشه عمل تم تدريبه على التكييف وتبريد واكسسوارات ويعني اصلاح معدات وما شابه، حاجات كتير جدا. فطبعا دي حاجه جميله جدا لابنائنا وتتوافق مع استراتيجيه الدوله وتتوافق مع توجه عندنا حتى في وزاره التضامن الاجتماعي، مشروع مبادرات فرصه بتتماشى مع نفس النهج. فدي حاجه جميله جدا ان تتم فعاليات مشابهه وتتم دورات تدريبيه مشابهه لابنائنا في سن الشباب لتوفير فرص عمل ليهم. وكان تدريب لاكثر من 170 شاب وفتاه، يعني كان تدريب راقي جدا. والنهارده احنا بنشهد التكريم وتسليم الشهادات ان شاء الله. اخذنا المستوى التمهيدي والحمد لله، يعني بعديها ربنا كرمنا وفتحت مكان كويس في بيتي، والحمد لله انا مدربه دلوقتي في مكتبه مصر العامه هنا في الاقصر، وبفضل الله برضه شغاله من بيتي وبلبس دلوقتي من حاجتي ومن بلبس بناتي من ايدي. والله بفضل الله يعني فتحت مشروع حلو كويس وجددت مكان كمان. تبقي داخله الموضوع بجديه اكتر، مش ان انا داخله ان انا اضيع وقت. يعني احنا كنا بناخد 7 ساعات تدريب، ال7 ساعات كنت بتاخديهم بما يرضي الله، تشتغلي تنتبهي لو في حاجه تاني هتستعيدي فيها السؤال بتاعك هتسالي تاني لحد ما تطبقي كويس في البيت. يعني احنا كنا بنشتغل في المكان في المركز وبنرجع نطبق تاني في البيت عشان خاطر الموضوع يبقى معانا بدقيه اكتر. التبريد والتكييف عشان كان عندي حافز ناحيته، كنت محتاج ان انا يعني بعض المعلومات. كان ضمن الاسباب يعني ان احنا عندنا بعض التكييفات في البيت كنت دايما بتعطل، محتاج اصلحها، ما عنديش معلومات عنها كتيره، فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ايه يعني اكتسب بعض المعلومات عنها. بالنسبه لي على المستوى الشخصي كان في افاده كبيره جدا. بالنسبه للشغل انا فكرت فعلا ان احنا نفتح ورشه مع بعض نقدر نشتغل فيها ومن خلالها يعني ايه نقدر نبدا المهنه نفسها. وطبعا هي بالنسبه لمهنه التبريد والتكييف نفسها فيها دخل كويس جدا، لو واحد سعى ليه وقدر يعني يشتغل بيه بيقدر يعمل دخل كويس جدا، وهي مطلوبه في الوقت الحالي. ان ما فيش بيت دلوقتي ما فيهوش فيه يعني دوره تبريد وتكييف، لازم بيبقى فيه مكيف على الاقل. يذكر ان هذا البرنامج يهدف الى تعليم وتدريب الشباب وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمه للالتحاق بسوق العمل. من قاعه المؤتمرات الدوليه بالاقصر، ايمان حسن.